اسمك وكل شيء. نورما بلول من قرية الجواز. أنا كنت أشتغل بالبيت ربة منزل، وبالأرض روح نقطف دخان، وبعدها تطور شوي صرت أشتغل بالفواكه السيراميك بنحط على البرادات. بعدين إجا المركز عرفنا عليه يعني قالوا إنه في مشروع للتنمية المرأة الريفية إذا بحب انتسب عليه، والحمد لله انتسبت عليه وتدربت عندهم على الخياطة، وصرت أشتغل بالخياطة، وبعدين انتسبت على مع البنات على ورشة اسمها شغل الوردغان. هاي يعني كله تصاميم تقليدية ومن أسطورة الساحل وأحرف أوغاريتي. فالحمد لله يعني هلا شغلنا كويس وعم نتابع فيه. طب هلا حياتك اليومية كيف صارت؟ يعني بعد ما بلشتي عم تشتغلي حياتك اليومية، انه بتفيقي الصبح مثلا شو بتعملي؟ حاليا الصبح المساء كيف مقسمتيها يعني اليومية العادية؟ الصبح بضب بالبيت، طبعا اولادي بالمدرسة بيروحوا على المدرسة وانا بقعد بشتغل فترة الصباحين من الصبح للظهر. شو بتشتغلي يعني انه بالبيت ولا بالارض ولا؟ بالبيت. ما بتطلعي على الارض؟ هلا لا، هلا بقى بشتغل انا بضب بالبيت وبصير خيط. بنجهز عنا معرض، عنا غرض بنحطهم بالقلعة هيك. بعدها بيجوا الأولاد، بيجوا بدي أحضر لهم الغداء، فترة الغداء ودرس شوي وبرجع أسعى الشغل رسميات. We need to focus 20 seconds per each. أنا حسن من قرية عين التينة، كنست منزل دائما بالبيت. سمعت على المركز رحت انتصرت. لأ شو كنت تشتغلي قبل؟ يومك عادي، كيف كانت يومك العادي؟ شو لعبك؟ أولادي يروحوا على المدرسة، اجي اقعد في، انا بحب دائما الشغل اليدوي، كنت اشتغل بالبيت. فيك انت تروحي تشربي قهوة عند الجيران، تجتمعي انت والجيران، تعملوا الصباحية. قليل هيدا. اقعد بالبيت، اشتغل شغل البيت، حضر وجبة الغداء، شوفي عندي مستلزمات البيت جهزها، وقت فراغي قضيه بالادوات، يعني حب الشغل اليدوي كثير انا. سمعت بوجود المركز رحت انتسبت لإلهم. انا عفاف ديوب من قريه بسطة، كنت ادرس، خلصت دراستي بكالوريا ادبي، صرت اشتغل ساعد بي بالارض. اجي الصبح يعني الساعة 8 على البيت، نشتغل شغل البيت، وبعدين صرت اشتغل بالخياطه. ما كنتي تشتغلي بالأرض، طلعي تحوشي ورق زيتون بالمواسم، يعني كنتي تروحي تحوشي زيتون؟ من قرية جويز كمان، كنت ست بيت وربة منزل، ما كنت اشتغل شغل بالأرض، ساعد شوي زوجي بالزرع دخان ونشتغل دخان ونجي، ما كنت اشتغل شغل هيك ومع أولادي أربيهم وعلمهم، ما كنت يعني اشتغل أي شيء. ليلى حمدان من قرية المروش، سيدة منزل، عندي 5 أولاد، بشتغل بالبيت، أنا ما عندي يعني بالأرض ما بشتغل لأنه عندي أولادي مناح أولادي، وبخيط بحب الخياطة. الصبح في بساوي فطور للأولاد بعد ما بيروحوا، وبشتغل بعمل غدا، بعد مرات بيجوا لعندي نسوان مطلع عم نشرب متة، يعني منتسلى للمسا بس. ولا يعني في وقت للفراغ، كان عندنا وقت فراغ زيادة شوي، والمساء كمان يعني عشاء أولاد وسهرة، بنسهى نشرب مت المساء بناكل بزهر. الحياة العادية، هاي الحياة عادية يعني. بس بعد اللي اجى المركز ملينا وقت فراغنا، و يعني كان واحد عنده أمل، إنه أنا كان عندي أمل، أنا بحب الخياطة، إنه يكون عندي مشروع صغير. بمساعدة المركز عملت المشروع واشتريت ماكينات خياطة. ما كنت اشتغل شيء، ربت منزل بس، اشتغلت لفترة بزراعة الدخان، وكنت روح الصبح بكير على القاف وارجع نسوي شغل البيت، فطور للاولاد يروحوا على المدرسه، واقعد شغل الدخانات وهيك. بس بعدين انتسبنا لمركز اعمال المراه الريفيه بعين التيني، وتعلمت دوره الخياطه. تعلمت دوره الخياطه، وبعد منها انضميت للصبايا في شغل الوردغان، لانه كثير شغل حلو وغريب ومتميز، وما
بمضي يومي مثل ما بمضوا كل الصبايا، احيانا عندي جيران احيانا بالشغل، قسمي وقتي يعني بين البيت وبين الشغل.